السلام عليكم، صباح الخير يا جماعة الخير، كيف حالكم طيبين؟ رجعنا يا جماعة الخير بالحلقة الثالثة. قبل ما نبدأ في مقطع اليوم لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات، باقي لنا شوي على 500,000 ونجيب 600 و700 والمليون. طيب وش عندنا اليوم في اليوم الثالث؟ اليوم الثالث يا جماعة الخير أو الحلقة الثالثة، مو اليوم الثالث فعلياً، لأن كل حلقة تاخذ 3 أيام. الحلقة الثالثة يا جماعة الخير بنحاول نشغل سيارة غصب. اليوم محاولين بكل ما أعطينا من قوة، ولكن ركزوا معي الحين الساعة ما يقارب 5:23-24. بقعد حرفياً لين الساعة 9، بعدها لازم أوقف، الشمس تكون حارقة وأنا شخص أعاني من حساسية شمس، عشان كذا تشوفوني لابس بلوفر بعض الأحيان. طيب جهزنا السلك هذا، نشوفوا السلك هذا جهزناه. وش بيكون السلك هذا؟ هذا راح نوصله من طرمبة البرة عشان نشوف عمل الطرمبة، لأني نسيت أشيك عليها وهي برة هي شغالة أو لا. راح نجرب الآن ونخلي الكهرب خارجي وبعدها نشيك على كهرب السيارة، ليه في الحلقة اللي فاتت ما دفعت أو ما اشتغلت. يلا نبدأ. طيب أول شيء نسويه إن حطي الكهرب كذا، تمام؟ راح نربط جابين السلك، راح نربط الأول، خلنا نربطه هنا مرة واحدة عشان نضمن العمل حقها إنه يكون تمام. نجيب هذه والحين نجيب البطارية ونجرب يا عيال. طيب يا جماعة الخير، أول شيء نجيب الكهرب ونركب الموجب هنا، تمام؟ خلي كذا بس. إي والله كنا شغالة. هي اتوقع انها تدفع، تصدقون؟ ولكن الدفع فيها ضعيف مره. خلنا نعكس طيب الكهرب من هنا. ايوه فيها صوت الحين. طيب الحين مهمتنا الجايه يا جماعه الخير نروح نشتري بنزين. قبل بنزين تشترطون ونقفل الكهرب بشكل ممتاز عشان نضمن ان ما تصير مشاكل من ناحيه البنزين والكهرب بعدين بوم. طيب يا الربع، الحين راح نطلع باذن الواحد الاحد نروح نشتري لنا الله يسلمكم بنزين. ما ادري انا شو تسمونه انتو تسمونه، انا عن نفسي اسميه بنزين، احس بنزين. طبعا اخذنا بنزين راح يكون اخضر، حرفيا اخضر اشوفه مناسب. يا حب احمر مرسيدس احرم عليك، يلا بنعبي احمر ابشر. طيب يا جماعه الخير عندنا البنزين هنا جبناه، ولكن ما راح نعبي كله، راح نعبي شوي منه. يا ساتر مغبر، ان شاء الله انه ما يخر من تحت. تشوفونه من عند اللي الكبير تندية ونزلت على الكهرب بعد، فمشكلة كبيرة كذا، ولكن دام في تندية كذا نجيب لنا شيء نحطه مكانه هنا عشان ما يطلع ريحة ويتجمع. الله ما يخلص تندية يا جماعة خير حقته، عندنا بالفراجة هذا راح نغيره اللي هو هذا، ونركب لنا هذا الموجود. أكيد إذا منفك زين على زين، إذا منفك عوافي. عندنا الزيت يا الربع يا نزيده، تمام؟ يا نشوف الأسرة، ولكن أتوقع في شيء قاعد يهربينا. ولا هذا البنزين اللي ورا، ممكن بنزين اللي ورا. الزيت ضروري يتغير، ضروري، ما ينفع كذا أبد، ما ينفع كذا. هذا التهريب. إن شاء الله إنه يكفي. بالفراجة نفكه. نغيره، خلينا نشوف هيك على السير. والله السير ميبس حرفيا مره، ولكن حق تشغيله عندنا هنا الليذه. والله شوفوا كيف يا ويلي ضارب صح. وانا نفك هذه ونشيك على الكويلات الحين، وانا نفك عايد. اوكي هذه نفك صح، هنا المفيد حقها، ولكن اتوقع انها بدون مفيد. اي والله بدون مفيد. واو الدعسه يبيلها تنظيف، تدرون فيها شباك عنكبوت الدعسه، قسم بالله. تعال شوفوا يا ساتر، قلت لكم واقف شوف الكومنتات. اسامه واضح من الكفر له شهر، شوف شبك العنكبوت، شوفونه ذا اللي يتحرك، شفتوه صح؟ خلين شبك العنكبوت واصل هنا. هذا يحتاج نشيله الحين برا، لانه برضه يحتاج تنظيف على جنب. ان المنطقه هذه لازم نفككها كلها لازم تنفك. نشيك على الكويلات قبل ما نبدا عمليه التشغيل. يسحب واحد طبعا من هنا، ترى من اول ما ترفع البوجي تعرف وضع البستم كيف وضعه، تمام مو تمام. لكن الحين يبغى لنا نفك البواجي نجيبه ونجي. ستر يا ستار، هذا عليه بنزين اتوقع. هذا طالع من هنا، في مويه كانت جوا هذا. نفك الثاني ونشوف. طيب يا جماعه الخير، هذه اللي قاعدين نسويها كلها، ننظف الزيوت الموجوده هنا. هذه البواجي يا جماعه الخير اللي عندنا، شوف كيف منتهيه بشكل فظيع. راح نخليها في بنزين، ما راح نبدلها، راح ندخلها جوا البنزين بس نخليها فتره تتنقى لين ما نخلص التهريب اللي موجود وراه. فكينا كل البواجي يا جماعه الخير،
شغاله الان نغرقها بنزين بس نخليها فتره بس بنزين ما راح ننظفها ونحكها او لا راح نخليها بس بنزين عشان تنظف هي من نفسها وبعد عاد راح نغيرها بس مرحله التشغيل. بسم الله نجيب البنزين اللي تحت بعد خير ارتفعت الشمس ولكن والله مطالب اني اخلص طبعا لا يرحم الله قبل شيء رحت صناعية ولكن كل شيء مقفل قبل يمكن ساعة راح ارجع الحين اروح صناعية عشان اضبط اللي برضه اذا حصلنا محل قطع حق مرسيدس بنشتري لنا بواجي مرة واحدة باذن الواحد الحين جبنا اللي يا جماعة خير والحين بيغير لنا اياه وغيرنا اياه ها تمام مقاس وبيكبس لنا باذن الواحد لحد تشوف هذا اللي القديم كيف ياك يبس مرة هذا الجديد وزينة نظيف وهذا المهندس ما شاء الله عليه هذا صلح لي اللي حق المرسيدس اللي قبل الحين يا جماعة الخير بيدخله في الآلة هنا بيكبسه بشكل كامل ايوه يا جماعة الخير عبيناها ثنتين عليكم الحوسه ولكن عبيناها بنزين اخضر يمكن ب 12 ريال الثنتين وان شاء الله انها تكفي وحين متجهين للبيت باذن الله وراح نحط البنزين داخل التانك وباذن الله انها تشتغل ادعوا انها تشتغل شيء ثاني طيب يا جماعه خير والله ما قدرت اصور لكم ولكن ركبت الطنبه خير الله أخيرا فالحين يا جماعة خير إيش باقي لنا بقول نروح نسلمكم البواجي اللي قدام بعد نخلص بإذن الله والحين الساعة ما يقارب قاربت ممكن 9:30 أو 10 فطولت والله وأنا تحت بشكل كبير لكن بنحاول نخلصها إن شاء الله بإذن الله الحين مرحلة تركيب البواجي نجيب البواجي بسم الله الرحمن الرحيم شوف أصلا الوسخ حتت على طول منها ما يحتاج نحن ننظفها يعني لكن نخليها هنا تمام طلع البواجي حبه خليها تنشف شوي منها على طول راح تتبخر اصلا بنزين بعد خليها بس شوي وننظف الاماكن اللي هنا عشان نقدر ندخل البواجي يا جماعه الخير جوا ونجيب لها بنزين ونعيد تشغيل السياره من جديد طبعا يا جماعه الخير في اشياء ما طلعت لكم تمام ولكن نظفت مداخل البواجي نظفت اماكن البساتم حق السيارات ممكن يعرفونها نظفت الدعسة يعني مو كل الدعسة شوي من الدعسة ما اقدر تصورها لان تصويرها شوي بياخذ وقت على شيء عادي فهمتوا العلبة الأولى إن شاء الله إنه ما يكون في تهريب بس نصب العلبة الأولى ذي نجرب الحين يا جماعة الخير ناخذ البطارية ونركبها في السيارة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله باقي لنا الله يسلمكم سلك تمام ونركب بس الغطاء حق الدعسة وسلك الأرماس خير بعد ما ركبنا كل شيء باذن الله انها تشتغل باذن الله السلام عليكم صباح الخير يا جماعة الخير المرة طلعنا بدري والله ما يقارب الساعة الآن 5 دقيقة أو خمس دقيقة كيف حالكم طيبين أموركم زينة اليوم عندنا أشياء كثيرة ولكن قبل ما نبدأ نأخذ يا جماعة الخير الكتاوسات اللي موجودة هنا الناقصة عندنا نأخذ هذا نفكها الحين بسم الله نأخذ هذولي برضو في فيوزات هنا لازم نأخذهن نأخذنا كذا فيوز بعد اللي حافظين أماكنهم قدامهم قوتهم إن شاء الله فكر
الحين نبدا يا جماعه خير ركبهن في السياره باذن الله انها تشتغل. لاحظت كومنتات المقطع اللي فات سامه يقولون شو اسمه شوف عندك الله يسلمك فيوزات الطرمبه تراها مو موجوده. الله يعطيكم العافيه. يا سلام ركب الاول ركب الثاني شوف فتحاته كيف. اتوقع يا جماعه خير الثاني كيف الركبه ثلاثه هذه كذا ممكن. يا سلام فيوزات عندنا فيوز كبير نحتاجه هنا بسم الله ركب لنا اي فيوز هنا بس يمشي الحال ونشوف اذا احترق نركب واحد اقوى منه. طيب يا جماعه الخير قاعدين نسوي الاشتراك الان ان نسينا الكهرباء مش شغال وعلى ما نسوي الاشتراك راح ننظف الدعسه برضو بالسيدلكو اللي جبناه امس باذن الله. طيب نجيب السيدلكو نفك برضو مكان الدعسه اللي امس لان هي بس ترى يبغى لها فزه بسيطه بس رش فيه بس كذا نخليه ينزل شوي شوي بدون ما ادعس. بسم الله جرب الحين شغل برضو شيك على الزيت قبل كل شيء بعد. طيب هنا في فيوزات برضو ناقصة ضلنا نروح نجيب من المرسيدس 500 بعض الفيوزات عشان نشبكها. طيب يا جماعة الخير قسم بالله العظيم طحت موقف غريب صارت الطرمبة مجينة كنت أحسبها أنها شغالة ولكن يوم جربتها صارت فيها مشكلة. وش راح نسوي الآن؟ راح نسوي يا جماعة الخير أنه راح نفك طرمبة المرسيدس الأول. ليه؟ لأني درت قبل شوي في الصناعية ما لقيت ولا محل فاتح ورحت التشاليح ما حصلت ولا طرمبة. أتوقع المهمة هذه لازم تصير قبل ما ترتفع حرارة الشمس. Let's go يا جماعة الخير. طيب الحين ايش راح نسوي؟ طبعا البست كاب يا جماعة الخير لان والله العظيم الشموس حارقة لا الشعر ولا وجهي راح. راحين ناخذ عدتنا يا الربع وننزل العفريتة برضه وش اسمه ونروح للسيارة الثانية. شوفوا يا جماعة الخير السبت اللي استخدمتها في واحدة ثنتين ثلاثة عفاريت عشان نضمن لان الحالي لازم تضمن وضعي. بس الحين نفك الطرمبة بإذن الله عشان ما نطيح يا جماعة الخير في نفس مقلب الطرمبة الأولى. نجرب الطرمبة هذه هل هي شغالة أو لا. طبعا كيف تجرب؟ بجيب سلاك نفس كذا تمام تركبها بعد الله يسلمكم يا جماعة الخير تجيب الطرمبة كذا خلها كذا بس بعد أيوة كذا شغالة. يا سلام كذا شغاله امورها زينه الحين نركبها. مساء الخير. واحد ارسل لي قبل شيء يا جماعه الخير في السناب قال اسامه يرحم والديك احترم القوايل. ما يدري اني لازم اخلص المقطع باسرع ما يمكن لازم يا جماعه الخير بطلع الحين اروح على البنزين ان شاء الله يا اخي نخلص منه ونفتك حرفيا احتاج التشغيله بس درون الساعه الحين 11 المفروض صدق احترم القوايل لان صدق احس مخي جت لذعه وجاني ضربه شمس ولكن خلاص اخر مره بس اعبي بنزين وبعد خلاص. جماعة الخير من اليوم الكاميرا قاعدة تفصل ولكن يا الربع مشكلته عدم وصول البنزين. بنجرب الحين نشغله نعطيه بس بنزين هنا شوي خليه ينزل. برضو في مشكلة في عدم وصول البنزين. بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.
صباح الخير يا جماعة الخير، كيف حالكم؟ طيبين؟ بشروا معكم بخير إن شاء الله. طيب أول شيء الله يسعدكم يا رب ويحفظكم، شكرا كل من قال السلام الحمد لله على السلامة حقين السلام يعني. طيب ليه أول شيء ألبس بلوفر؟ والله ترى رديت عليها واجد، وليه وقفت أسامة شوي؟ طبعا لو أني فاتت مع الخير شبه حين تلعبون وجهي، الله شكلها حلو الحمامة، وجهي جماعة الخير فيها زي المادة تمام؟ واقي شمس هذا، ليه واقي شمس؟ وجهي احترق مشموس، والله العظيم ما احترمت القوايل أنا في الأيام اللي فاتت، ما احترمت لا قوايل ولا أي شيء، حرفياً ضربت بشرتي بشكل كبير، هنا جاني نفس النشفان تقشير، سبحان الله كل واحد من أخي قاعد يسولف لي يقول أنت بترى لا يجيك حرق، لأنه جاء هو قبل فترة من الشمس، 3 أيام بس تحت الشمس استويت، طبعاً ما نبغى نطول عليكم، لا إله إلا الله ليه ألبس بلوفر؟ بسبب يا جماعة خير أتجنب الحروق هذه اللي هي تطلع من بعد الشمس، هي تطلع جماعة خير من بعد الشمس. طيب خليني أقرب أوريكم، شوفوا شوفون وجهي كيف احترق، فيب هذا اللي تبهذلت فيه. واليوم يا جماعة خير رجعنا لكم المقطع من جديد، راح نبدأ نشتغل فيه. والله طول الصدق ما أشتغل، عجزت تعرف يعني الشيء اللي فيه، بس تعالوا خلنا الحين نروح شوف بلوفر كيف كم طويل ليه وسيع. اي ما قلت لكم ليه وسيع، وسيع يا جماعة خير عشان الواحد يتهوى، ترى مو هذا مقاس شوفوا وين كثير ليه قاعد يري مره سير مره شلو ضوقه كذا. يلا مشي نبدا الحين. السلام عليكم، اهلا وسهلا مرسيدس. اخ والله على تركته الاخيره، حتى هذا تركته مفتوح، خطا اني اتركه مفتوح، ولكن مشكله. وش مشكلته؟ جربنا في مره اللي قبل او في قبل 3 ايام اللي هو احنا نشغله من قدام، نعطيه بنزين من قدام ونشغله اشتغل. الدليل ان امور الماكينه، امور الكهرب، امور دفع الكهرب مو زينه. المشكله الوحيده هي بس فقط في البنزين، غيره لا يوجد. ليه؟ لان شغلناه من قدام عطانا حرق كويس، الماكينه اشتغلت بشكل كويس، فيحتاج الحين يشيك على الكهرب بشكل سريع، نتاكد من عمل الطرمبه، هل الطرمبه توصل بنزين قدام او لا، لان المشكله طولت بزياده. طبعا قبل ما نشغلها التشغيله الام يعني الكبيره، راح ننزل الزيت، راح نشوف ايش في السياره، ولكن نبغى نتاكد من البنزين، هذا في البدايه. طيب الحين يا جماعه الخير راح نجيب المستبيشي، ندخله جوا البيت ونعطي اشتراك للسياره ونعطيه تشغيله. قبل التشغيله راح نشيك على اغراض البنزين، راح نشوف هل البنزين قاعد يدفع او لا، هذا الشيء الاول بنسويه. عندنا البواجي في الفتره اللي فاتت، اسامه غلط تحط المويه في الفلتر، عارف يا جماعه خير انا ترى بس مغسل هذا الفلتر الخارجي، ما غسلت هذا، فهمتوا؟ مغسل هذا بس لانه كان مليان تراب، عادي هذا تغسل لان اصلا هذا يدخل هواء من برا، فغسلته كذا بس. هذه هي. ممكن يا جماعه الخير قلت انا من البواجي، ولكن ما صارت من البواجي، البواجي قاعد تعطي كهرب بسبب التشغيله اللي قبل. فراح نبدا الان نجيب مستبيشي ونعطيه، نخليه يشرك السياره او نشرك المرسيدس فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، ايش ذا؟ طيب ما يبغى تشحن زياده، خليها تشحن زياده، على ما تشحن نشيك على الفيوزات. طبعا جماعه خير عندنا فيوزات اللي موجوده هنا، هذه كيف نعرف ان الفيوز شغاله ولا؟ معلومه يعني الكل، وتوقع الكل يعرفها، اللي هو الشيء تجيب الفيوز كذا تمام، تحطه في الشمس كذا او في لمبه، شفتوا الحديده اللي موجوده في النص متواصلة، يعني الفيوز كويس ما احترق. نجي برضه يا جماعة خير نشيك على الفيوزات الموجودة هنا بنفس الطريقة، راح نشيك عليها الآن، وإذا كان في شيء محترق راح أوريكم إياه. هذا يا جماعة خير شوفوا صار محترق، شوفون إذا محترق راح أوريكم طريقة تقدرون تستخدمونها لو كنتم منقطعين وما عندكم فيوز وكنتم على طريق عام تمام. شوف حطنا على الشمس محترق واضح، بعلمكم طريقة الحين، ولكن ترى الطريقة هذه تسليكية تمام، تسليكيه درجات لازم تغير، انا حتى تشغيل وتشيله زي كذا. طيب يا جماعه خير راح اوريكم الطريقه، اول شيء نجيب الفيوز اللي هو هذا تشوفون المنقطع، خليه هنا، نجيبنا سلك نفس كذا، نقص الاسلاك النحاسيه هذه الموجوده، طبعا طريقه مثل ما قلت تسليكيه، احفظها ترى والله العظيم في يوم بتفيدك والله، انا شفت عمي الله يرحمه هو اللي كان يسويها والله. طيب ناخذنا الله يسلمكم، نقول نفس هذا العدد من النحاس، نبرمه على بعض، طبعا قوي انا عارف ولكن ما احترق الا من ضعف، نبرمه على بعض، نبرمه 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 تمام. اذا كنت مضطر اقول لك، اذا كنت مضطر جيب هذه تمام وتلفها كذا، تلفها كذا بس، يا سلام
الاسلوب هذا. طبعا وش فائده اسامه الفيوز؟ الفيوز جاء التماس يفصل عشان يحمي الاشياء الكبيره، ارتفعت القوه على الكهرباء يفصل، حراره احيانا يفصل، نفس الاسلوب هذا. هذه فائده الفيوز، يعني الفيوز اسلوب امان اكثر من شيء ثاني، فعشان كذا لو حطيناه كذا ينتهي اسلوب الامان من السياره. نجي هنا ونركبه زي كذا، خلاص وضع الكهرباء تمام من الناحيه هذه، نشيك على البقيه ونتاكد. نبدا نشغل يا جماعه الخير. جرب نزود التانكي بنزين، والله انها مو بشيله، يمكن ما يدفع مره، نجرب نزوده. يلا يا رب عد المرة يضبط إن شاء الله. هاني ليش صوت الطرمبة قاعدة أسمع صوت؟ طيب نجيب البنزين بالأسلوب هذا تمام، اشتغل مكيف ما ادري كيف، ولكن يلا تمام. بعد الله يسلمكم نفك هذا، هذا لازم نطلع ثاني. بسم الله. تمام نجيب بنزين كبه هنا. بس يكفي تمام. بعدين قفله، شوفوا الحين بيشغل بيشتغل، ولكن توجد مشكلة لحد الآن. شوف بيشتغل كيف، والله ما أدري كيف يشتغل، بس يلا أسرع التشغيل الحين بيشتغل نابنا. خليه يدخل بس جوا، تشوفون دليل ان اداء الماكينه تمام، ماكينه فيها، ولكن المشكله في اول تشغيله. صدق شكله ضبط؟ لا بتطفى بتطفى على نفس الدعسه وطفت. هذا اللي احترق قبل شوي، بس البنزين الداخلي ففي مشكله. الله يسلمكم يا جماعه الخير، في وصول بنزين لنفس الماكينه عشان الماكينه تحرق. من هذا الشيء اللي سويناه قبل شوي او التست راح نعرف ان الكهرب يعطي تمام، الاشاره تمام، اختصر علي ان البواجي شغاله ترى والكويلات شغاله تمام، ولكن مشكلتك يا في الصبابات يا في طرمبه البنزين. ليه ما وصل كهرب البنزين تمام يدف البنزين لين المكان هذا؟ في مشكله قاعد يقول لي ترى ايه في مشكله، ولكن مشكلتك مو كهرب حق البواجي او الكويلات لا، ولا الإرماس لا، مشكلتك بس فصول البنزين إلى الماكينة، هذه مشكلتك الوحيدة. في الحالة هذه يا جماعة الخير نحتاج مختص، لازم نجيب كهربائي المكان هذا، لأن مرسيدس فيه كهرباء معقدة، وطبعا سيارات مرسيدس أكثر الناس اللي يعرفون لهم أو يعرفون لها اللي هم السوريين والعراقيين والأردنيين واللبنانيين، الأربع الجنسيات هذه من الجنسيات حرفيا المميزة في تصليح مرسيدس، معقد وهم أكثر استخداماً يحبون المرسيدس بشكل كبير.